مستر ده، معلقة توابل بحرية، ريحان، فلفل، بصل بودر، توم بودر، نص معلقة كمون، معلقتين ذرة، معلقتين مشروم، بصلاية. بسم الله هنبتدي نحط معلقة سمنة، نحط البصلاية بتاعتنا، نسوي كده البصلة، لازم لونها يدبل شوية، هننزل الفلاية، معلقة الزنجبيل، هنقلب هنحط المشروم والذرة، هنقلب نحط الجزراية، نص الجزراية، نحط صوابع الكابوريا، الجمبري، نقلب، لازم ما يستويش قوي، لازم يبقى فيه فتة كده. هننزل بالتوابل، ريحان، توابل بحرية، كمون، فلفل، بصل بودر، ثوم بودر، كده هيطعم. هننزل معلقة مستردة، وعصة ليمون، نقلب، احنا مش عايزينه يستوي قوي، خلاص سوينا كده، وايه دخل خلاص في السوا اللي احنا عايزينه. وهنعمل بقى البشاميل، سوينا خلاص الجمبري، هنسوي الصوص بتاع المكرونه، حطينا السمنه، معلقتين الزيت، وهنقلب، عايزينه فاتح مش عايزينه غامق، هننزل نغطي الاول طبعا كده، وهننزل باللبن، حطينا اول كوباية، الثانية اهي، نعلي سنة بسيطة،
نضرب بقى بالمضرب عشان يبقى حلو. وهنضرب عشان يبقى الصوص حلو. هنحط 3 كوبايات لبن اهو، ونحط شوية الملح بتوعنا، وهننزل بقى ايه المكرونة. عشان تتشرب من قلب الصوص وايه تستوي شويه كده. عامله خلطه عادل امام انا ولا ايه؟ خلطه بيضه بالصلصه كده. هنقفل عليه ونقدمه. رجعنا لكم تاني كده. ايه هحط الكريمه اللباني قبل ما احط الجمبري. وهحط بقى ايه الجمبري وصوابع الكابوريا. هنقلبهم وناخد شوية في السرفيس بتاعنا. نقفل النار عليهم مكرونة صوابع الجمبري بصوابع الكابوريا والجمبري بألف هنا وشفا.